في الأيام الأخيرة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور منتشرة للفنانة روبي والمنتج وليد منصور. كانت الصور تعبر عن لحظات رومانسية بينهما، يرقصان معا، يحتضنان بعضهما في أكتر من لقطة. لكن بعد أيام خرج وليد منصور لينفي وقال روبي زي أختي. يتعاون وليد منصور مع روبي في ألبومها الجديد، ونشرت روبي على حسابها بإنستجرام رسالة امتنان لمنصور، واللي طور التعاون معها في إدارة حفلتها والتعاقد على تقديم فوازير رمضان. على الجانب الآخر خرجت زوجة وليد لتعلق على ما تم، لأنها امرأة قوية موجهة رسالة غير مباشرة فيها تذكر إنني خضت تحديات أكثر من ذلك في حياتي،